اللي خصنا نعرفوا ان الوليدات ملي كيكونوا في عطله الصيف كيستغلوا اليوم ديالهم كامل في اغلب الاحيان باش يلعبوا ويتفلاو ويديروا شي حوايج اللي ما كيقدروش يعملوهم في الوقت اللي كتكون عندنا فيه المدرسه. الحاجه اللي مهم اننا نردوا لها البال هي انهم خصو يوجدوا الفياق بكري ديالهم، باسكو ما كيكونوش مولفين انهم يفيقوا بكري، دونك ايام اخيره قبل بدايه السنه خصنا نحاولوا نخليوهم ينعسوا بكري باش يقدروا يفيقوا لغد ليه بطاقه اللي تقدر تخليهم يمشيو يقراو وهما جسديا مستعدين باش يتلقاو داك اليوم ديالهم. الحاجه الثانيه واللي مهمه بزاف ان المدرسه ما خصهاش تكون مرادف ديال الواجبات فقط. علاش؟ حيت الوليدات ما غيبقاوش باغيين يمشيو يقراو 8 سوايع ولا 7 سوايع نهار كامل هما في المدرسه كيعياو، دونك في الاخر ديال اليوم واخا يكون عندهم واجبات مدرسيه نحاولوا نستغلوا واخا غير نص ساعه ولا ساعه ديال المكانه باش يعملوا شي حاجه اللي كتعجبهم باش لغد ليه يكونوا عارفين انهم في اخر اليوم الا قراو مزيان ممكن يستغلوا الوقت الفارغ ديالهم باش يستمتعوا به. بداية أي تجربة هي كتحدد بشكل كبير النوعية ديال التجربة اللي كنعيشوها، يعني إلا كنا بدينا التجربة بطريقة زوينة وسلسة هذا الشيء غيرغبنا وغيحببنا في تجربة المدرسة. المهم أننا نخلي واحد الفضول يكبر مع الأطفال ديالنا قبل ما يدخلوا أول دخول المدرسة. علاش؟ باسكو هو عالم جديد غيكتشفوه بالناس اللي فيه، بالوليدات اللي غيتلاقاوهم، بالأشياء اللي غيكونوا كيديروها طيلة اليوم. دونك إلا ما حاولناش نشرحوا لهم هذا الشيء قبل ما يدخلوا المدرسة غيكون عالم مجهول عليهم يقدر يخلعهم. دونك حنا باش نقدروا نخليوهم مستعدين كفايه نفسيا لهذه التجربه نهضروا لهم على هادشي، نقول لهم حنا اليوم كبار قادرين نخدموا، حيت دزنا واحد النهار من المدرسه تلاقينا مثلا الاساتذه اللي كانوا كنتلاقاوهم في المدرسه كيعاونونا باش نكبروا باش نطوروا من المهارات ديالنا. هكذا غنخليوهم راغبين انهم كل صباح يمشيو يقراو مع وليدات واحد اخرين. اي حاجه في الحياه ديالنا باش نقدروا نديروها بنفس الطريقه هي محتاجه اننا نديروا واحد العاده نخليوها تستقر في الوقت مع الوقت. كيفاش ممكن نخلي ان ولدي يوميا يقدر يبغي يحافظ على واحد النظام معين؟ في الاول ما نبداش معاه انني نحاول انستالي النظام كامل، كتكون هذه المساله ثقيله كتطلب مجهود كبير. كل نهار سورتو في بدايات التجربه كل نهار نقترح عليه واحد الحاجه صغيره اللي غيبقى يعملها يوميا، نهار على نهار نزيد له خطوات اللي غضاف لذاك التجربه ديالو. مع الوقت ما كيعتبرش انه عمل بزاف ديال المجهود، حيت ذاك المجهود كان ديلوي كان خفيف شويه في ذاك الاطار اللي كان مقترح عليه باش يكون في المدرسه ولا في الحياه اليوميه ديالو. اولا نشرحوا واحد الظاهره اللي كتكون مشتركه بين بزاف ديال الاباء. أغلبية ديال الآباء اللي كيكونوا كيقراو على كيفية تربية الأبناء كيبغيو ينميو لهم الثقة في النفس. بعض المرة كندير واحد الغلط كبير أننا أي حاجة دارها الوليد ولا البنيته كنبغيو نكبروا له الثقة في النفس، أنت زوين أنت واعر أنت قوي أنت كتعرف دير أنت برافو برافو برافو. دونك كنخلقوا واحد الثقة في النفس هشة شوية. علاش؟ باسكو إلا خرجناه من المحيط ديالو اللي مولف عليه وتلاقى مع وليدات واحد آخرين هذه المسألة هذه كتخليه يصطدم بعض الأبناء اللي كيكونوا في ظاهرة التنمر كما كنقولوا، يعني كيبغيو يبينوا حتى هما القوه ديالهم والعنف ديالهم كيبغيو يفرضوه على الوليدات الاخرين. كيصطدم بين انا قوي حيت والديا دائما قالوا لي انا قوي وبين هذوك الوليدات اللي كيثبتوا لي انني غير قوي تماما مثلا. دونك شنو ممكن نديرو؟ ممكن اننا ملي يعيش الوليد، باسكو هذه المساله ما كنوعوش بها قبل، ملي كيعيش الوليد هذه التجربه يخلينا يجي عندنا ونهضروا معاه. باش حسيتي شنو كان المشكل؟ واش قدرتي تهضر مع الاستاذ ولا المؤثر ديالك؟ باسكو مهم بزاف ان الولد يحس براسو عنده واحد الحمايه خارجيه، حيت هو في ذاك السن مادام باقي ما قدرش يثبت الوجود ديالو في واحد المحيط واخا عنده من نفس السن محتاج انه يحس ان كاين شخص كبير ممكن يعتني به. دونك يكون عنده ان ريفليكس، الا ضربك شي حد ولا الا تعدى عليك شي حد بالكلام خرج من ذاك المجمع وسير طلب الحق ديالك عند استاذ اللي هو ممكن يرجع لك ذاك الحق باش ما تكونش فوضى، ما يكونش عنف ضد عنف وتولي مساله كتزيد تكبر. حيت بعض الاباء مالوغوزمون بعض المره الا ضربك شي حتى ينتظبوا هو غير يدافع على راسه. نعلموا الوليدات ديالنا يدافعوا على راسهم ولكن ما يكونوش في اون ديمارش ديال العنف، دائما يلجؤوا لشخص كبير اللي هو ممكن يعاونهم.
اي تجربه في حياه الوليدات ديالنا كتغير التركيبه ديال العقل ديالهم، وهذه الاشياء هذه مثبوته بطريقه علميه. يعني اي حاجه حاولت انا نعملها بالنسبه للوليد ديالي ولا البنيته ديالي نحاول نلعب على النوعيه لا كاليتي. بعض المره كنكونوا ناسيين حيت عندنا مشاغل ديال الدنيا خدامين ما كنساليوش لو ستريس ديال الحياه اليوميه، كنساو اننا نشوفوا مع الوليدات ديالنا واش كيعيشوا التجربه بواحد الطريقه اللي ممكن تخليهم يستفدوا منها بطريقه كبيره. نسولوهم، نخليهم يتحاوروا معنا، يعبروا على التجارب ديالهم باش يقدروا يستغلوها بطريقه زوينه ويزيدوا القدام. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.